رائع كان من توني كروس، نموذج في الضغط ونموذج في اللمسه بقى اللي ما فيش فلسفه فيها. وادي دينيس سواريز بيعلق الكرات العاليه راسيه، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف هدف عن طريق اللاعب سانتي مينا. بص غابت الرقابه في اللقطه الماضيه ويسجل امامنا هنا سانتي مينا هدف تقليص النتيجه في امامنا هو الهدف السابع لسانتي مينا، هدف السابع لسانتي مينا. سانتي مينا سجل 4 أهداف في 12 لقاء في مرمى النادي الملكي، 6 لقاءات سجل خلالها 3 أهداف في ألوان فريق نادي سلتا في مرمى فريق ريال مدريد.